ياد الفضيحة أم جلاجل، ياد الجرسة أم حناجل، حناجل وكمانجات وأورج وبيانو وتشيلو وما تشيلوش، كل حاجة كل يعني بص اعتبرها جرسة بأوركسترا، وأوركسترا إسرائيلية. ده إيه اللي حصل بقى يا معلم؟ تعالى أنا أقولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن مشكلة كبيرة جدا بتخص مصر وبتخص العالم كله، مشكلة فيروس جدري القرود أو جدري النسناس. جدري القرود طبعا عرفنا أن أول حالة ظهرت في إنجلترا كانت جاية من نيجيريا في آخر شهر أبريل، وتوثقت فعلا ويوم 6 مايو بالظبط تم اكتشاف المرض الفيروس، أنه كان مواطن في نيجيريا ورجع حامل للفيروس. بعد كده انتشر في اكتر من دولة، منها اسرائيل، سنغافورة، منها كندا، امريكا. فانتشر في، طبعا ما انتشرش بشكل واسع او بشكل سريع، لكنه انتشر بقى ظاهرة، يعني دول كتيرة بدأت تلاحظ الحدوتة دي. فالعالم كله دلوقتي بدأ يتكلم عن، طبعا احنا لسه طالعين من ازمة كورونا، فايه بقى طبعا يعني انا هنا بخلع القبعة للناس اللي ما خدوش اللقاحات بتاعت كورونا بصراحة. فطبعا احنا، هل احنا قدام فيروس جديد، قدام هاجس جديد، قدام فزاعة جديدة، فزاعة عالمية، يعني لسه مش عارفين الدنيا فيها ايه؟ طيب ده ايه علاقته بقى بالسيسي وهلا زايد؟ يعني عشان بس ما نقولش احنا بنحط عيش على ام الخير، لا يا جماعة، هو له علاقة صريحة جدا. احنا زي ما قلنا، زي ما تم اللي هنقول الكلام اللي اتقال ان السيسي متجوز هلا زايد، او الاشاعة اللي اطلقت ان هو متجوز هلا زايد، احنا ساعدنا لأكدنا ده ولا نفينا ده، بس كان لنا زي ما قلنا سؤال صريح: هلا زايد فين؟ بلاش هلا زايد فين، ما تهمناش هلا زايد. طيب ايه مصير بقى اللي يهمنا احنا؟ وزارة الصحة. ايه مصير وزارة الصحة؟ فهل يعقل اكتر من 6 شهور يا جماعة وزارة حيوية في عصر دلوقتي بقت الاوبئة فيه، يعني معلش، اكتر من البرشام اللي بيتاخد؟ يعني احنا كل يوم بنلاقي فيروس جديد ومرض جديد، واحنا داخلين دلوقتي على جدري القرود. المفروض يكون في، يعني سملنا يا سيدي، عين وزير تاني، رجعها، يعني الغي وزارة الصحة خالص، يعني نقول خلاص تم الغاء وزارة الصحة وقفلها وشطبها وخلاص قدامها فاتحها عادي يعني، بس في النهاية يبقى في موقف واضح من الدولة ناحية موضوع وزارة الصحة. طبعا هلا زاد احنا عارفين دورها الرائد العظيم جدا اللي كان الدولة كلها بتشيد بيه في تصديها لفيروس كورونا. طبعا كلنا عارفين البلاوي اللي كانت بتحصل يعني، والكوارث اللي كانت بتحصل، لكن كانوا بيقولوا ان هي ست عظيمة ومجيدة وما حصلتش، ووزارة الصحة يعني عاملة انجازات عالمية ما حققتهاش دول متقدمة. طب ما احنا محتاجين بقى الخبرة الجميلة دي دلوقتي عشان نقدر نتصدى ونحمي نفسنا من جدر القرود. فا ايه يا عم، يعني السيسي ايه يا عم؟ طلع لنا يا عم الحدوتة، قول لنا في ايه يا عم، سمي وزير تاني، رجعها ونخلص. عشان بس ايه ده بقى كل شويه، ده بياكد عند الكلام اللي بياكد الاشاعه فعلا، يعني الاشاعه اللي طلعت ده بياكدها بصراحه. يعني انت دلوقتي الكلام اللي اتقال ده والاقاويل والاشاعات اللي اتقالت، لا، ما الناس لها حق تقول لك اه يا عم ده انت بارك بقى، فانت كده لا، ما ينفعش. فاحنا محتاجين نعرف مصير وزاره الصحه في مصر ايه، مين وزير الصحه في مصر، ولحد امتى هيبقى وزير لحد ما نجيب مدرس فرنساوي. بس ده سؤال، اظن ده سؤال مشروع من حقي ومن حق اي حد، مالناش دعوه، ما دخلناش في الاعراض ولا متجوز ولا مطلق ولا الكلام ده. فمحتاجين نعرف مصير وزاره الصحه بتاعتنا في مصر ايه. سلام، اشوفكم جديد، وكان معاكم احمد الرصاد.